انت شفت الحبيبه اللي من المظلات؟ يا دي ديت من اجمل اللقطات. عجبتني جدا بقى. تعرف كم محتاجه ايه يا حمدي؟ كم محتاجه؟ 2 عواجيز ما معهمش مظله. يعني دي كانت هتكون الغاضب. بص ناحية العدسة ده جزء كمان من الكلام اللي ما كنتش مؤمن بيه دلوقتي ممكن اؤمن بيه، ان انت ممكن ترتب الصورة بتاعتك تصنع. انا مش فاهم انت عملت ايه، انت ربطت تغني الحديثة مع تغني قديمة وانا مش شايف حاجة، انت بتعمل ايه بورا؟ بس ماشي. بص هي دي عايزة تنزل شوية تقريبا ال الترابيزة دي لازم اشيلها ايه؟ الترابيزة دي لازم اشيلها من هنا. بس خلاص 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 كده تمام. ارجع ارجع وقعد. ممكن انت لو وطيت الكرسي سنة يبقى كويس من الدراع اللي جنبك ده كده تمام. وطي كمان سنة. ايوه كده كويس. الله يحميك يا اخي، دي الكاميرا على بال ما يتصوروا يكون المصور مات والموديل مات. شفت التعليقات اللي معمولة على الصورة بتاعتك؟ طب اثبت. شفتها؟ اثبت عشان الصورة اهو. شفت التعليقات؟ في واحدة بنتي قالت لي ايه؟ لما كان ينتهي التصوير حمد رضا، قالت لي نفس الراجل اللي صورني. قريب. شفتها؟ قلت لها انا معاه دلوقتي وبنقل لك الطلب، بنقل له الطلب بتاعك وهو يغرر بعد كده. تعرف انا حاسس ان الصورة دي لما تصور تسمع صوت زي الغزيفة بتاعت الهاو بعد كل التحضيرات دي. بوم. ممكن ترفع ولا خلاص كده ترفع الكرسي فوق سنة. اقول لك كده 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 تمام كده تمام.